ثوره عرابي. قول يا ايام كانت سنه 1919. الخديوي توفيق ما كان متعانى ايام الخديوي سعيد. العميد الامير الله احمد علي. هو من المنوفيه مع بس ما اعرفش اي تفصيل عنه تاني. بدأت الثورة العربية عام 1881 ل 1882. كانت الأحداث بتدور في السنة دي عن يعني كان أهداف الزعيم أحمد عرابي خلق حياة نيابية للشعب. هو أحمد عرابي جمع المصريين وقام بثورة. ثورة الفلاحين. وبعدين رجعوا عشان يغلطوه ويطلعوا إن هو غلطان، قالوا الهوجة بتاعت عرابي. كانت ثورة شعبية مصرية زعمها الراحل أحمد عرابي، ابتدت عام 1878 وانتهت عام 1882. الثورة العربية قام بيها مجموعة من ضباط الجيش المصري يا معهد الخديوي إسماعيل، كانت في الأساس على أنه ضباط الجيش المصري كان ممنوع ترقيتهم أن هم يمسكوا مناصب في الجيش، وكان ممنوع أن هم يتملكوا أو أنه يبقى عندهم أراضي. الثورة العربية تزعمها الراحل أحمد عرابي، وكان الهدف منها الهدف النبيل اللي هو خلق الحياة الدستورية والقانونية في مصر. في أيامها كان وزير الحربية كان العميد الأمير الله أحمد علي أحمد عرابي. الثورة العربية قام بها أحمد عرابي لما مجموعة يعني من المصريين والفلاحين عشان يجيب حق المصريين في الوقت دوت أيام الخديوي توفيق. هو اللي قام بها كان أحمد عرابي، وده كان أحد ضباط الجيش المصري.